لغاية ما يجي في وقت خلاص يحق لي بعد الجلسة إنه يوقع مجانا أشرف بن شرقي لأي نادي تاني. عبد الله السعيد والمحامي بتاعه بعتوا للنادي الأهلي وتصريحات كمان عايزين نقعد نحل الأمور اللي بيننا. الأهلي كان حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم بأحقية النادي الأهلي في استرداد 2 مليون يورو، أو أحقية النادي الأهلي في الحصول على 2 مليون دولار، آسف، دولار من عبد الله السعيد نتيجة انتقاله إلى نادي مصر وفقا للتعاقد اللي كان مكتوب. فبدأ النادي الأهلي يقول أهلا وسهلا بالمبادرة، ما فيش مشكلة، على أساس أن اللاعب هيقسط الفلوس مبلغ كبير أن اللاعب يدفعه. اتفاجئوا بيه المحامي بتاعه بيقول لا، ده احنا عايزين نقعد نحل الأمر ودي أن النادي الأهلي يتنازل. فالنادي الأهلي قال لك اقفل، لا قعدات ولا جلسات ولا حلول ودية، عايزين حلول والله يجهزوا الاتنين مليون دولار في ايدهم ونيجي نقعد ونحل ونشوف الأمر ده. برضو خلال الساعات الأخيرة رسميا الفيفا يرفض الطعن المقدم من نادي النجم الساحلي والمالي الهارب سليماني كولوبالي. ايه بقى القصة؟ الراجل وهو بيلعب في النادي الأهلي نام وصحي، قام واخد بعضه ومسافر على برة، نام وصحي قام مقدم شكوى للفيفا، قال لهم أنا بتعامل معاملة غير آدمية. يعني إيه يا عم غير آدمية؟ قال لك بيخلونا أصلي بالعافية. أيوة أنا ما بهزرش والله، قال لك كده في شكوته، حيث أنه يتم إجباري على الصلاة. حاجة إجبارك يعني إيه يا ابني؟ بيكتفوك ويوضوك، ما أنا مش عارف بيعملوا فيك إيه. فقدم شكوى النادي الأهلي، قدم تظلم، شكوى ضد هروب كوليبالي للفيفا، وحكمت الفيفا بواحد واربعة من عشرة مليون دولار. انتقل اللاعب للنجم الساحلي. في نقطة محدش يعرفها، ان النجم الساحلي تواصل مع النادي الأهلي وفوض ناس زي بعضا من لاعبي النادي الأهلي السابقين والنجوم اللي بتربطهم علاقة طيبة من الأهلي لتونس زي أنيس بوجلبان، إن الأهلي يحل الأمر مع النجم الساحلي علشان كوليبالي يبدأ يلعب. طب وبعدين؟ الأهلي قال لهم عينينا عشان خاطر تونس وشعب تونس هتقسطوا المبلغ، قالوا له ادينا 14 شهر، مدة كبيرة كبيرة. قال لهم عينينا 14 شهر، قال لك المليون و400 كل شهر كده 100,000 دولار في 100,000 دولار. الأهلي قال ماشي. أول شهر يا نجم بعت، قال لهم لا والله معلش مش هنبقى، رجعنا في كلامنا. التاني قال لك رجع، الأهلي قال لك خلاص شكرا مستمرين في دعوانا. والنجم الساحلي قال لك واحنا ما شاء الله النصاحة بتخر مننا، قاموا باعتين تظلم للفيفا حيث أن اللاعب كان يقابل تنمر ويقابل معاملة سيئة و قام الفيفا قال لك شكرا. الكلام ده تقولوه تحت كوبري غمرة، الكلام ده مرفوض وما يصدقوش عيل صغير. مش بس كده، هتسددوا المليون و400 عليهم غرامات تأخير عن كل سنة 15% بدءا من 2019 عشان المبلغ يوصل وقد يتخطى ال 2 مليون دولار. مش بس كده، قدامكم مهلة 45 يوم بعدها يتم إيقاف نادي النجم الساحلي من القيد، ثلاث فترات قيد وبعد كده خصم نقاط. رجعوا النجم الساحلي، يا نادي الأهلي فاكرنا احنا حبايبك واحنا اللي بنحبك واحنا اللي خسرنا منك 3-0 في 2005 في اول بطوله عوده من 2001. النادي الاهلي قال لهم والله شكرا، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، جهزوا ال 2 مليون دولار وما عندناش اي حلول تانيه، خلاص اديناكم الحل المره الاولى قبل كده واشترينا العلاقات اللي بينكم، جهزوا الامر. فرفض النادي الاهلي العفو عن الهارب سليماني كوليبالي ومستني ال 30 او ال 33 مليون جنيه.